الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحان الذي ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره
إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في فلسطين وفي باكستان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم إلى ما فيه خير للعباد والبلاد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.